شايفين الشير فين؟ تمام، شايفين الشاشة يا جماعة؟ تمام يا تمام يا دكتور. دكتور. طيب عظيم، احنا كنا توقفنا المرة اللي فاتت على السبارك ستريمينج، واحنا قلنا ان السبارك بيقدم كذا سيرفيس، كم من ضمنها نرجع بسرعة كده نشوف الار دي دي والداتا فريم، وقلنا الار دي دي ده اللي هو البيس اوف انفورميشن اللي موجودة عنده في السبارك، والداتا فريم ده اللي هو التابلر شيب او التابلر داتا تايب اللي موجود جوه السبارك، واللي من خلاله اقدر ان انا اعمل كويريز على الداتا جوه الميموري. في حاجه اسمها الجراف احنا ما شفناهاش يعني، او مش هنبص عليها في المحاضره، لكن هي موجوده. واخيرا الستريم، وبالاضافه للايبرز بقى اللي هي الامب لايبرري اللي هي الخاصه بالام لاب، قصدي اللي هي خاصة بالماشين ليرنينج لايبرري، ودي شفنا فيها اكزامبل بتاع خدنا اكزامبل بتاع يا رب بتاع لينير ريجريشن عليه، وزيها زيها زي اي لايبرري تانية موجودة، زي بقية سوري الالجوريثمز التانية اللي احنا خدناها قبل كده هنلاقيها موجودة برضو في الام لاب. وبالنسبه للديب ليرنينج، ف اللي انا عارفه ان في باي تورش، والباي تورش هو اللي بيسبورت في سبورتد في السبارك، ما اعرفش اذا كان التنسر برو موجود ولا لا، بس انا متخيل ان هو هيكون برضه سبورتد على البيج داتا برضه او السبارك سيستم. نيجي اخيرا بقى للايه، الجزء الخاص بالستريمينج، وقلنا ان الستريمينج هنا هو الغرض منه ان انا اكولكت داتا بشكل مباشر من السورسز بتاعتها. بيبقى عندي عدد ضخم من الستريمينج سورسز او المصادر الاونلاين اللي بتبقى بروفايد مي وذ داتا، وانا بحاول اكولكت الداتا دي واعمل عليها دايركت، يا اما دايركت اناليسيز او اتليست ان انا اعمل لها كلينزنج او سيفنج الاول في انترميديت ستورج، ان اوردر ان انا بعد كده اعمل عليها فردر بروسيسنج في مرحله ثانيه او في ستيج ثانيه. يعني مش لازم ان انا اعمل لها بروسيسنج انستنتينيوسلي على نفس السيرفر، لا انا ممكن بس اعمل لها سيفنج في مثلا سي على الهدوب، ان اوردر بعد كده ان انا اعمل لها ايه ليتر اون اي اذر بروسيسنج، وممكن اعمل لها بروسيسنج بشكل مباشر او اتليست اعمل لها على الاقل كلينزنج ان انا اشيل منها البيانات اللي مش لازمه واحطها فورمات الى حد ما انترميديت اقدر استخدمها بعد كده فين في الاناليسيس. وقلنا ان عندي عدد كبير من التولز اللي اقدر استخدمها عشان خاطر انظم بيها عمليه الريسيفنج اوف داتا دوت، زي الكافكا وكانسس وحتى التي اس بي سوكيتس العاديه، انا مجرد بفتح سوكيتس بريسيف بيها الداتا، ده موجود برضو هنا. فدي كلها مصادر للبيانات او الستريمينج سورسز. زي ما انتم شايفين هنا الاكزامبل دوت، انا عندي هنا عدد من السورسز انا بستلمها هنا في الستريمينج انجن، وبرجع تاني اخزنها ايا كان بقى الايه المصدر بتاعها، او سوري اخزنها في اتش دي اف اس او في داتا بيس، او ان اطلع منها اوت مباشر. ده يعني لو هو الموضوع يعني مجرد في فيجواليزيشن مباشر او مجرد عدادات بتقول انا عملت ريسيف لداتا شكلها قد ايه وحجمها ايه، يعني دي من غير اي نوع من انواع البروسيسنج. الريسيف الداتا عندي بتتقسم، او الوحده بتاعتي حاجه اسمها دي ستريمز. الدي ستريم ده اللي هو عباره عن مالتيبل اوف ار دي ديز، فاذا انا هنا بريسيف الدي ستريم وارجع عباره عن مجموعه من البيانات كل واحده منهم عباره عن ار دي دي. اكزامبل بسيط هنا ان انا هنا بحاول ان انا افتح سوكيت او افتح سوكيت سيرفر واريسيف من عليه انفورميشن. طبعا هو ده مش الكيز يعني، ده هنا انا بتكلم على ابسط كيز، ان انا مجرد بفتح سوكيت سيرفر زي اي سوكيت بروجرامينج او نتورك بروجرامنج، انا مجرد بقوم سيرفيس على بورت معين وابدا اريسيف انفورميشن عن البورت دوت. فده كالستريشن اكزامبل، لكن طبعا ممكن تربط نفسك مباشره بكافكا لو موجوده وتبدا تشد منها الانفورميشن.
فأنا هنا مجرد بس بعرف الكونتكست بتاع السبارك وارجع تاني كاريت منه ستريمينج كونتكست اللي هو اس سي ده، وارجع اقوم عليه سوكت على البورت دوت. يبقى اذا دلوقتي السوكت دوت هيديني انفورميشن من سورس معين، هيبعت لي داتا. انا طبعا هنا هحاول استخدم يعني مجرد يوتيليتي كده جوه لينكس عشان ابعت انفورميشن. صراحه الاكزامبل ما اشتغلش معايا باحسن ما يكون، بس اتليست يعني باين فيه الفكر. محتاج منكم لو انتوا حبيتوا تشتغلوا اكتر عليه او تحولوه لشكل يعني شغال او تستفيدوا بيه، محتاج more work، لكن اتليست الفكره باينه في الاكزامبل ده. فانا هنا ممكن اقوم سيرفيس على ستريمينج كونتكست على اللوكال هوست وعلى البورت دوت، وسميته هنا لاينز على اساس ان انا هريسيف لاينز من الاند يوزر. زي ما انتم شايفين هنا مجرد ما بيجي لي اللاينز بعملها سبليتنج الوردز، يعني كان انا بحاول اعمل عليها الورد كاونت اكزامبل، وارجع تاني اخد الايه ابوش الوردز ديت اللي جات لي للماب فانكشن عشان خاطر اطلع بالبيرز اللي هم الورد قدامها واحد زي الورد كاونت اكزامبل المشهور دوت، وارجع تاني اعمل reduce by key عشان احسب الورد كاونت. فده كده ببساطه فكره الستريمينج سورس، كما لو اني بعمل وورد كاونت مستمر لكل الانبوتس اللي جايه. اخيرا هنا بعمل ايه برنت وورد كاونت بي برنت للايه للداتا اللي جايه، يعني whenever ان انا جات لي داتا بروح على طول بعمل لها ايه وورد كاونت statistics كده، كم كل كلمه متكرره قد ايه في الداتا ايه اللي جايه. SCC start معناه ان انا هنا بقول له start الانجن دوت، وانا await termination ده لما يجي لي signal بالترمينيشن. فيعني كده كما لو اني بقوم السوكت وتفضل هولد وتفضل طول الوقت تريسيف لاينز وتعمل بروسيسنج عليها وتطلع الاوتبوت دوت انطل ان انا اديها termination signal. المفروض ان انا هنا اهوت whenever ان انا فتحت البرنامج دوت هيقوم ويبقى مستنيني. فانا هنا فتحت بقوم السيرفيس دي عن طريق السبارك سبميت. يعني ده هنا بقى معناه ان انا ببعت بايثون كود للسبارك عشان يعمل له بروس يعني يعمل له كومبايليشن وراننج، يعني او هيشغل بايثون فايل مباشره. يعني ده بدليل الامر اللي هو البايثون اللي بكتبه على الكوماند لاين، ان انا بشغل فايل بايثون. فانا هنا ببعت له على طول ايه ببعت سبارك سبميت، بدي له البايثون جوب دي عشان هو يعمل لها بروسيس. طبعا هو هنا لازم من خلال سبارك سبميت، مش هينفع من خلال البايثون العادي. لو هستخدم البايثون العادي محتاج اكتب كود تاني عشان اكلم السبارك، لكن هنا انا هنا بستخدم سبارك سبميت على اساس ان هو اللي هيعمل لها بوستنج بقى ليه لكل السيرفيسز والنودز اللي موجوده عشان تعمل راننج للايه للكود دوت. هنا انا هنا بكونكت بقى على الايه على السيرفيس طبعا بطريقه تريفيال قوي، مجرد بستخدم كوماند موجود حاجه اسمها النت كانت، نت كات دي موجوده في اللينكس. بكونكت على اللوكال هوست هنا على 4 تسعات وبكتب هيلو وورلد. مجرد ما كتبت هيلو وورلد المفروض يبدا يديني الاوتبوت دوت. طبعا هو ده مش الكيس بالظبط اللي حصل قصادي، انا حاولت اشغلها يعني، بس ممكن نبص عليها هنا. يعني تقريبا في ايرور معين مخلي الموضوع يعني ايه مش شغال بالشكل الامثل، بس انا هحاول يعني ايه هجتهد ان اقوم. عايز اشغل هنا ال الجوبيتر لاب. انا هشغلها هنا من خلال جوبيتر لاب، ومتهيألي برضو ممكن تشتغل من هنا، بس ايه برضو في زي ما قلت ايه في زي اكسبشن بتحصل طول الوقت. لكن هيبان الى حد ما هنا ان هي شغاله. وانا هنا بفتح الجوبيتر لاب وافتح بقى الاكزامبل بتاعنا. نحاول نعمل فول سكرين ولا حاجه.
ده الستريمينج. ممكن بس نعمل كلير الاوت ونبدأ نبروسيس الايه الكلام دوت تاني. زي ما قلنا احنا هنا بنكريت الابليكيشن وبنكريت بعد كده الكونتكست اللي هنشتغل عليه. هو هنا بكريت السبارك كونتكست الاول، ده اللي احنا بنعمله كنا بنعمله المره اللي فاتت. بعد كده ببدا اعرف الستريمينج لايبرري، كاريت بعد كده ايه الستريمينج كونتكست، وبعد كده اقوم الايه اقوم السوكت دوت. وانا معرفه مش مقومه لسه لان هو ما اعتبرش قام الا لما بقول له ستارت. كده انا بغذيه بس بالايه بالفلات بالترانسفورميشن فانكشنز. واحنا قلنا هنا ايه ان الترانسفورميشن، او نفتكر كده من المره اللي فاتت، ان انا عندي الاوبريشن بتتم في السبارك على نوعيتين، اما هي ترانسفورميشن او اكشن، فالمفروض ان هي ما بتتنفذش الا لما انا بحتاج. فانا عندي هنا الاكشن موجوده في الستارت يعني، او هتتم داخلين جوه الستارت تمام. وبعد كده برن الايه الستارت. طبعا هو هنا بقى تبدا تظهر الايرورز هنا، لكن هتبقى شكل كونتينوس شويه، بس ايه هيبان معانا الحاجه اللي انا عايزها كمان شويه. طيب هفتح ويندو تانية لان انا عايز اكونكت على السيرفيس ديت. اقول له هنا نيو ويندو، وانا حاليا انا فاتح على التاني ده الجوبيتر لاب. هنا ايه من جوبيتر لاب، وطبعا دي الاكسبشنز اللي ظاهره يعني، فيعني ايه دي اللي معطله شويه ان احنا نشوف الحاجه بالظبط، بس برضه هتبان. ونروح ننادي الكوماند اللي احنا هنا اللي هي nc-lk49 كده. انا كونكتد هنا على دوت. هكلير بقى الاوتبوت عشان بس اتفرج على الريسبونس بتاعها. ممكن نقول له هنا clear all outputs. لو كتبنا هنا hello world بدأ هنا يرسبوند عليا. هنا المفروض ان هو هنا يعمل الايكو فانكشن، بس هو هنا بيرسبوند من غير الايكو. لكن هو هنا مع اي حاجه بعملها بيبدأ يرسبوند. في حاجه بقى هنا المفروض ان هي تظهر هنا، بس مش متذكر بالظبط ايه الكونفيجريشن المفروض اعملها. هل المفروض كنت انادي الترمينيشن؟ مش عارف صراحه. لكن هو المفروض ان هو يشتغل بالشكل ده. طبعا كل ما بديله ايه فيعني انا مش متذكر بالظبط ايه الحاجه اللي خلتني اوصل للاوتبوت اللي انا كاتبه هنا ده. ده اوريدي كان اشتغل معايا، لكن مش في اكسبشن معينه بتحصل. جايز عشان عملت ابديت حتى السبارك، جايز في حاجه المفروض تتكتب بشكل مختلف من السنه اللي فاتت لغايه دلوقتي. طب ده الاكزامبل ببساطه اللي كان موجود. انذر اكزامبل كان ممكن نعمل الكلام ده نرنه مباشره يعني. ادي هنا حتى ايه البايثون اكزامبل اهوت. اللي هو ستريم اب ديت، نفس الكود برضو موجود هنا اهوت، وبرضه نفس الاوتبوت برضو هيطلع. تاني هنا باي سبارك ليست، المفروض ان هو موجود هنا اهو اللي هو الستريت ماب اهو. المفروض ده بتنادي بقى ايه يعني، تناديه مش هينفع تناديه مباشره كده، لازم تقول له ستارت سبميت سبارك سبميت عشان يبدا يشتغل. برضه هو بيدي نفس القصه، بيدي نفس الاوتبوت، وهنا بيحاول طبعا يقوم السبارك تاني. وطبعا عشان نكونكت عليه لازم برضه نفتح نيو ويندو ونعمل. بس طبعا هتقابلنا نفس المشكله برضو، نفس ال exceptions اللي بتحصل بشكل مستمر دي، يمكن حتى هنا كمان ايه مستمره يعني. مش حتى مش هلحق القط الكلام ده، بس انا برضو نجرب كده، جايز تشتغل او جايز اعرف اشوف الاوتبوت اللي هو ان سي
ماينس ال كي 3 ساعات أو 4 ساعات. هنا هلو وورلد، أنا متذكر إن هي كانت بتطلع هنا في النص في مكان ما، الهلو وورلد الأوتبوت بتاعها في وسط كل الإكسبشنز دي، مش عارف موجودة فين بس هي موجودة يعني. تمام. طيب المهم هنا اتمنى ان تكون الفكره وضحت شويه، لكن يعني هي محتاجه طبعا اكيد الاكزامبل ده محتاج فيكسنج عشان يشتغل بطريقه سليمه. ده بالاضافه ان الاكزامبل اصلا هو فيري illustrative، يعني لان هو في الاخر انا بتعامل مع ستريمينج كونتكست قايم على بورت واحد في سيرفر واحد، مش قايم على مجموعه من السيرفرز، وكمان الستريمينج سيرفيس نفسها مش مفروض ما تبقاش تريفيال بالمنظر ده، لا هنا انا المفروض استخدم حاجه زي الكافكا اللي هي قايمه على كذا سيرفر وبتريسيف من مالتيبل سورسز وعلى مالتيبل سيرفر عشان تغذي السبارك كونتكست او الستريمينج كونتكست. طيب انا كده خلصت المحاضره ديت، فلو حد قبل ما نبدا في المحاضره اللي بعدها اللي هي برضه محاضره صغيره قوي، لكن لو حد عنده سؤال هنا ممكن يسالني. حد عنده أي سؤال؟ طيب هنبدأ في المحاضرة اللي بعدها، ودي آخر محاضرة اللي هنتكلم فيها على موضوع الـ Visualization. موضوع الـ Visualization يعني هو ما يعتبرش في الكور بتاع الـ Big Data Analysis، لكن ومع ذلك هو أكيد حاجة مهمة، لان انا اكيد من غير فيجواليزيشن يعني مش هشوف البيزنس اوتكم بتاع الحاجه اللي انا بعملها، يعني انا مش هعمل اناليسيس يعني باك اند كده وخلاص ومن غير ما اعرض النتائج. طبعا انت حر تماما ان انت تعرض النتائج بطريقه عجبك، يعني في ناس كتير جدا ما بتستخدمش الفيجواليزيشن تولز، بتستخدم ذير اون كود سواء بالبي اتش بي او بالبايثون او باي لغه تانية، سي شارب جافا، عشان تطلع التشارتس اللي هي عايزاها واللي بتخدم النيدز بتاعتها، وده في الغالب بيبقى الافضل. يعني انا حتى دايما برجح الاحتياجات، لان يعني دايما الحاجات الريدي ميد مش بتغطي كل الاحتياجات، لكن مع ذلك الحاجات الريدي ميد دي ممكن تفيد البيزنس قوي لو انا يعني لو انا عندي ناس ما هيش عندها ديفلوبمنت سكيلز، مش عارفه بروجرامنج لانجويج، وعايزه تستخدم تولز مباشره عشان تقدر تطلع بعض البيزنس اوتكمز من الداتا اللي جايه. فساعتها الداتا اناليست بيطلع الريزلتس وبيحطها في شكل تابلر او في شكل جيسون او في شكل ايا كان الشكل السورس، ويحطها في مكان ما، ويجي بقى حد اكسبرت شويه ما عندوش حته البروجرامينج ديت، لكن على الاقل يقدر يعمل ايه، يستخدم الفيجواليزيشن تول دي عشان يطلع بعض الايه التشارتات او بعض الجرافز، او يدرس الداتا دي بشكل اعمق شويه وهو اللي طلع منها الجرافز اللي هو عايزها. زي بالظبط كده ما بنيجي نعمل في الاكسل، ممكن تلاقي مثلا واحد خريج تجاره او حاجه وماسك الاكسل فايل ويبدا يطلع عليه بعض التشارتات، ممكن مدرس في مدرسه يطلع مثلا باي تشارت ولا بار تشارت ايه للاحصائيه بتاعه الناجحين عنده في الفصل. هي الموضوع مش محتاج يعني سكيلز عاليه قوي عشان يطلع التشارت ده. ودي نفس فكره الفيجواليزيشن انجنز اللي هي بتستخدم في موضوع التشارتنج للداتا، وزي إذن دي حاجة زي ما قلنا حاجة جانبية ما هيش حاجة يعني أساسية، لكن مع ذلك محتاجين أنا بعرفها أنا وأوير بيها. وطبعا لو أنا ببني سيستم بقى يبقى أنا مفروض أبنيها بالبروغرامينج، لأن ده في الغالب بيبقى أوقع وبيديني في كابابيلتي إن أنا كاستمايز زي ما أنا عايز وأطلع على الحاجة بالشكل اللي يعجبني. يعني مش كل حاجة في الدنيا هقدر أعمل لها تشارتنج بالشكل المعتاد، يعني اللي هي التشارتس والباي تشارتس وكده، ساعات الموضوع بيبقى محتاج مور وورك او other type of visualizations مش موجوده، ممكن ما تكونش موجوده في engines دي. نيجي هنا على التول اللي انا دورت عليها. طبعا هو في مايكروسوفت عامله البيزنس انتليجنس تول بتاعتها سواء الديسكتوب او الويب، ودول تقدر تستخدمهم زيهم زي بالظبط كده الاوفيس او الاكسس او الاكسل، تقدر تكونكت بيهم على اي داتا سورس وتقدر تطلع منهم الحاجه اللي انت عايزها. حتى مش لازم تكون الداتا سورس دوت يكون مايكروسوفت، ممكن تكونكت على ماي سيكوال تطلع بيه اللي انت عايزه للتشارتات اللي انت عايزها. طبعا البيزنس انتليجنت بتاع مايكروسوفت قوي جدا وبيديك امكانيات عاليه قوي حتى في البروجرامينج، يعني لو عايز
زي ما كان زمان في الاكسس في بروجرامينج والاكسل في بروجرامينج، هم ده برضه فيها بروجرامينج، بحيث انك تقدر تعمل كاستمايز. كتير جدا جدا من الناس بتستخدمه وبتكتفي بالايه بالفيجواليزيشن سوت ديت في ان هي تبريزنت الداتا بتاعتها. خلاص في تولز تانية اوبن سورس او نون مايكروسوفت زي حاجه اسمها البنانا والكيبانا، دي برضو بتعمل فيجواليزيشن وفيها عدد ضخم جدا من التشارتس تقدر تستخدمها مباشره، بس هي للاسف دلوقتي بقت بفلوس يعني، يعني او بقى النسخه الكوميرشال بتاعتها مش افيلبل، او سوري الكوميونتي مش افيلبل قوي او ما فيهاش حاجات كتيره، ومبقاش غير النسخه الكوميرشال. برضو انا متذكر ان كان في سوت تانيه بيستخدموها الجماعه بتوع الاي تي عشان افيجوالايز اللوجز او الحاجات اللي طالعه من السيرفرات. انه عندي مثلا داتا سنتر وفي مئات السيرفرات، وكل سيرفر من دول عنده لوجز، واللوجز دي في حاجات سكيورتي وفيها حاجات لها علاقه بالاوبريشنز اللي بتتم على السيرفرات ديت، وانا عايز اديتكت مثلا حاجه معينه في عدد من السيرفرات، اطلع احصائيه باللي بيحصل فيها مثلا، زي عدد الاكسبشنز اللي بتحصل على السيرفرات ديت، او كميه الريكوستات اللي بتتم عليها، او وات ايفر بقى مصادر اليوزرز اللي بيكونكت عليهم بيكونكت عليهم من اي اماكن وهكذا. فانا هنا ممكن، فاذا اللوج فايل اللي بيطلع من من اي ابلكيشن زي الاباتشي او ايا كان الابلكيشن او اي حاجه لوج ابلكيشن بيطلع من اي سيرفيس موجوده على لينكس او في الويندوز، ففي ابلكيشنز بتبقى زي الاستيك سيرش، حاجه اسمها الاستيك سيرش، اقدر استخدمها عشان اكونكت على عدد كبير او من اللوجز ديت، واجمع اللوجز دي في مكان معين واعمل عليهم اناليسيس وارجع تاني افيجواليز الداتا تاني. هي بدأت الموضوع كده، وبعد كده إلاستيك سيرش بدأ يطور الموضوع بحيث ان انا يبقى الموضوع يعني حتى كمان يعني اشتغل على اي داتا سورس واطلع فيجواليزيشن جرافز من الداتا ديت. فكل دي انجنز وتولز اتبنت عشان على عندي هيوج اماونت اوف انفورميشن وعايز افيجواليز الداتا ديت. تمام، بعد بحث يعني لقيت ان في حاجه اوبن سورس وافيلبل، هي كانت موجوده السنه اللي فاتت افيلبل، ما اعرفش اذا كانت موجوده السنه دي ولا لا، لان انا دورت عليها لقيت الموقع بتاعها قلبها بقت ايه كوميرشال، لكن ستيل انا شايف حتى ان هي ستيل موجوده حتى كدوكرز على الانترنت، وممكن تداونلود الدوكرز ديت وفيها الاوبن سورس فيرجن ديت. حتى انا ممكن اديكم الايه الكوماند بتاعتها يعني دلوقتي. الانجن دوت انا ممكن حتى نشغله مع بعض قبل ما نبص على الكيس ستادي اللي موجوده ديت، حتى مجرد نشغله هنا. انا عايز اسيب الجوبيتر دوت شغال، نقفل بس ده ولا خليه كده، بس نعمل بريك هنا ونقفل الاكزامبل بتاع ده بتاع هنا وده نقفل ده، وهنسيب بس الجوبيتر لاب، بس انا عايز اقفل هنا ايه الايه السورس ده اللي هو ده، عايز اقفله عشان هو يبطل بقى ايه بيطلع اكسبشنز بشكل مستمر. فنعمل هنا ديسكارد ونقفل ده كمان. تمام، خلاص كده انا هبدا اشغل الابلكيشن الانجن اللي اسمه ميتا بيز. طبعا هنا مخزن بعض الكوماندز، يعني حتى انا هنا دي هديها لكم اللي هو اللي تقدر تداونلود باستخدام الدوكر. لو انت عندك دوكر على الجهاز بتقدر تبول الميتا بيز ليتست وتقدر تعمل لها راننج بعدها، يعني انت بس ممكن تكتفي بس بالايه بالكوماندز ديت. انا حتى ممكن اخدها كده لو كده اقدر اركبها هنا من الفيرتشوال ماشين وابعتها لكم على التيمز. ادي الشات اهو، يعني دي الكوماندز اللي انا استخدمتها عشان خاطر ابول الايه الدوكرز ديت واشغلها عندي. طبعا عشان اشغل الميتابيز ديت انا بس يعني بعمل تريك بسيطه قوي كده، بقول له حول زرتها على بورت 3000، فانا هنا هعمل لها ريستارت. انا مش ضليع قوي في الدوكر بس يعني
بعرف اشغلها. هو بيقول لي ان في انذر بروسيس هنا شغاله بالاسم ده، فانا لازم اعمل لها ستوب الاول. فهاجي هيقول له هنا ايه، سودو دوكر ستوب ال دي، خلاص انا كده وقفتها وارجع تاني اشغلها من جديد. بتاخد وقت على ما بتشتغل. فانا هنا بس ايه هفتحها، هي المفروض ان هي موجوده على بورت 3000 اللي هي الميتا بيز اهي. بتاخد وقت على ما بتقوم يعني، فممكن نستنى دقيقه كده ولا حاجه على ما تقوم. تالي كمان ممكن تبص على اللوج بتاعها، تشوف ال اهو سودو دوكر لوج ماينس اف ميتا بيز عشان تشوف الاستيتس بتاعتها ايه. بيقول ان هي شت داون كومبليت، يبقى لازم نرنها تاني. شغل اللو. نرجع تاني شغل اهو دوكر ران كذا. وإذا container is already in use by container كذا you have to remove كذا. طب عايزين نريموف، ريموف فين بقى؟ انا قلت ستوب، معلش لا كانت المفروض اقول سودو دوكر ريموف مش ستوب. يعني احنا مش عايزين ريموف، اتمنى اننا ايه نعمل لها ستارت يعني. كنت to be able to reuse the name، ولو عملنا ريموف هبدأ من الاول. طب ما جايز ستوب دي اللي احنا عملناها اهي، هل في ستارت بقى؟ فعلا لو تشتغل يبقى حاجة عظيمة. متهيألي هي بتستارت دلوقتي. بتستارت فعلا. maximum memory available مش عارف ايه، هي في حالة ستارت دلوقتي. اهو كده قامت الميتابيز. اتمنى كده ان انا ايه يعني تكون بالداتا اللي انا كنت عاملها قبل كده، هتبقى اظرف بكتير. انا لو كنت عملت ريموف كنت هضطر اعمل تاني بقى ريجستر الاكونت بتاعي عليها وابدا كاريت كل حاجه من الاول. فعلا هو ده كده ايه قامت بالايه بالاكونت اللي انا كنت عامله قبل كده. طب وهنا اليوزر نيم والباسورد اللي انا حاطه عليها اهو، وادي الباسورد انا حتى كنت كاتبها قبل كده عشان ما انساهاش، وادي ساين ان. عظيم. دي كذا اكزامبل موجودة اهوت، ده التوريزم اكزامبل. كنت عامل داشبوردز
ممكن نتيجة إن الداتا لسه مش موجودة، أنا كنت جايز أنا مسحتها، فنرجع تاني نبص بقى على الإكزامبل اللي عندنا. أنا عندي اتنين إكزامبل، حاجة بالماي سيكول. الماي سيكول هنا بصوا يا جماعة، الإكزامبل زي ما أنتم شايفين أنا بادئ في الأول برضو عامل سبارك كونتكست، وبعد كده بكونكت على ماي سيكول. هنا الماي سيكول هنا أنا بستخدمه كأوتبوت مش إنبوت. يعني ايه؟ يعني انا الداتا بتاعتي جايه من سورس معين، ممكن السورس ده يبقى هادوب او غيره او حتى جيسون فايلز او داتا فريمز انا بعمل عليها بروسيسنج. فانا هنا بس الاكزامبل هنا بوريك ازاي انا بطلع الاوتبوت في ماي سيكول. فهنا وده طبيعي في الفيجواليزيشن ان انا برجع تاني احط الاوتبوت في حاجه ريليشنال عشان خاطر اطلع منها جرافات. فده الاوتبوت النهائي مش الاوتبوت الايه، مش الداتا بتاعتي. فانا ممكن يبقى عندي بيج داتا موجوده على مالتي سيرفر وانا بعمل في الاخر بروسيسنج اناليسيس عشان اطلع في الاخر تيبل صغيره هي دي اللي هعمل لها فيجواليزيشن. فده طبيعي جدا ان انا استخدم الماي سيكوال او استخدم المونجو عشان احط الفاينل داتا اللي انا هعملها بريزنت. فانا هنا اخد التو اكزامبلز بتاع الماي سيكوال والمونجو كاوت مش كانبوت. طبعا ما فيش مانع يبقى انبوت بس ما كده ما بقاش بيج داتا. يعني هو ماي سيكوال اكيد مش بيج داتا، مونجو ماشي ممكن يبقى اي بيج داتا، لكن انا هنا بتكلم على الايه الماي سيكول از اوت. انا هنا كل ده بحاول اكونكت على الماي سيكول، فتحتها واديتها الباسورد واليوزر نيم بتاعي، وبعد كده هنا ببدا ايه بلود بقى داتا فريم عادي خالص باستخدام السبارك زي ما خدنا المره اللي فاتت. بحمل الكلام ده من حاجه اسمها توريزم ريسبس، او تقريبا دي جدول كده في السياحه في بلدان مختلفه في سنين مختلفة، وبرجع اكاريت بديله اليس عشان اقدر بعد كده اعمل ايه اعمل عليه كونكشن او اعمل عليه سيلكت ستيتمنت زي ما خدنا المرة اللي فاتت. فدي الداتا بتاعتي اهوت، ادي الدولة ودي الزيارات وادي الانكم اللي جاي لها من في كل ايه في كل. طبعا دي داتا انا جايبها من مكان معين وهعمل عليها اناليسيس دلوقتي، او مش اناليسيس يعني مجرد اكزامبل ليه كما لو انا بعمل اناليسيس. عظيم. يبقى قلنا هنعمل عليها اليس، الاليس ده هيبقى كده الجدول ده بقى اسمه توريزم اندرسكور ييرلي. بعد كده بعمل عليه سيلكت عشان خاطر اطلع جدول تاني اسمه ييرلي انكم اهو. يبقى لكل بلده من دول طلعت الايه اليرلي انكم بتاعها اهو، لكل بلد طلعت اليرلي انكم بتاعها. يبقى هو ده الانكم السنوي، وهنا تقريبا ده زي ايه افريج او سم اوف فاليوز على الكاونت. يبقى طلع هنا الافريج بتاع الانكم السنوي بتاعها قصاد كل بلد. فانا كده كمان لو انا عملت ايه يعني اناليسيس صغنطوطه قوي بطلع فيها من الداتا ديت الكتيره داتا اقل شويه في الحاجه. باخد الكلام ده احطه في حاجه اسمها values، وارجع تاني اطلع الكلام دوت اضرب بجدول كان موجود اسمه توريز، وارجع تاني احط الفاليوز اللي جات لي ديت في الداتا فريم بتاعي جوه الجدول اللي موجود في الماي سيكول. يبقى اذا اللي كان موجود فوق دوت ده ماي ده داتا فريم موجود جوه السبارك وطلع مني الكلام دوت، ودي اس كيو ال بترن على السبارك مش بترن على الماي سيكول. لكن من اول هنا انا هنا داخل جوه الماي سيكول، ده الكيرسر ده اوبجكت بوينتد على الماي سيكول، وبقول له دروب الجدول اللي اسمه توريزم وارجع تاني كاري الجدول اسمه توريزم في هيشيل بقى النتائج اللي فوق ديت يعني. وهرجع تاني انسرت الداتا بتاعتي باستخدام الاكسكيوت ميني ديت اللي هي جايه لي من فاليوز جوه الجدول اللي انا عملته واللي اسمه توريزم. وبالتالي كده اهو انا كده عملته، وطبعا عملته مرتين فهيديني ايرور يعني لكن هو موجود. ممكن برضو نعمل دروب دي تاني اهو اتاكد ان هو اتعمل صح اهو كده اهو خلاص كده عمل. وبعد كده ها انسرت الداتا اللي موجوده في الداتا فريم بتاع اسمه فاليوز جوه الماي سيكول، واخيرا عشان اتفرج عليها بس هعمل كده اهو. يبقى الداتا دي الداتا اللي جايه لي اللي انا عملتها جوه السبارك وحطيتها جوه الايه جوه الماي سيكول. كده بقى الجدول اللي اسمه توريزم بقى موجود جوه الماي سيكول، اقدر اروح بقى للميتا بيز واتفرج عليه. المفروض ان انا كنت عامل كذا داشبورد هنا في الميتا بيز، المفروض واحد من دول تشارت يعني هنا، هل هو ده مثلا؟ مش عارف.
طب نبص عامة على الداتا، ادي الداتا هي دي الداتا سورسز نفسها. انا عندي هنا الماي سيكول، المفروض الماي سيكول ده جواه جدول اسمه توريس. توريزم دوت اهو في البيانات اللي احنا حطيناها. خلاص اقدر اعمل فيجواليزيشن هنا واطلع التشارتات اللي هي كانت المفروض تطلع لي هنا، بس انا مش عارف مش هتطلع لي. يعني ممكن اعملها تاني بس جايز واحد فيهم يشتغل، اتمنى. اهو ادي الجدول اهو زي ما طلع، ده التشارت ده طالع منين يا جماعه؟ من الداتا اللي انا عاملها. بتعمله ازاي؟ بتبدا من هنا بالماي سيكول وبتقول له كده. واكيد طبعا يعني انت ممكن تنفستيجيت ازاي تطلعه التشارت ده. يعني ممكن اقول له فيجواليزيشن وتختار نوع التشارت وتقول له اختار الداتا ارسمها مباشره في باي تشارت ولا في بار تشارت ولا في وات ايفر. وممكن تعمل عليها كمان فاردر بروسيسنج كده او اذر بروسيسنج، او تلعب في الكويري اللي انت بتاخد بيها الداتا عشان تطلع مثلا التوب مثلا 10 او وات ايفر يعني. فدي كل دي انواع من التشارتس ممكن تحطها. زي ما شايفين هنا في تيبل او بار او لاين او رو او اريا او مش عارف ايه، كل دي حاجات موجوده عندي هنا. وكمان في عندي عدادات لو انا عايز استخدم عدادات وهكذا. يبقى دي يا جماعه الميتا بيز اهو وطريقه التعامل معاها. في انذر اكزامبل برضو احنا عاملينه هنا باستخدام المونجو، بس هو هنا المونجو زي ما قلت ليكم هو كاوتبوت مش كانبوت. انا ممكن استخدمه كانبوت طبعا لان المونجو بيشيل بيج داتا، فاقدر استخدمه كمصدر للبيانات، لكن انا هنا مستخدمه كاوتبوت عشان خاطر بس ايه افيجواليز منه. فبرضه هنا هكونكت على المونجو. انا كده بفتح الكونتكست اهو. نقفل بقى الاكزامبل اللي فات ده وهفتح الفايل العادي برضو اهو. فتحته اهي خلاص، المفروض ان هو هيشتغل دلوقتي يعرض لي بيانات الموجوده جوه السي اس بي فايل ده. رانه تاني اهو، ادي البيانات اهي تاني. برضه بعرف كده اللي بديله اليس عشان اقدر اعمل عليه سيلكت ستيتمنت بدل ما استخدم الكوماندز الطويله اللي احنا كنا بناخدها المره اللي فاتت. احنا هنا بنستخدم السيلكت ستيتمنت العاديه اللي جوه السبارك. خلاص فلما اجي اعمل كده خلاص هو كده بيرن الكوماند دوت وبيطلع لي الاوتبوت اللي احنا شايفينه دوت، اللي هو برضه بيطلع هنا ايه. هو هنا بيطلع اليرلي انكم اهو، سم يير وسم اوف فاليوز في السنه دي. يعني ده يبقى انا هنا بطلع في كل سنه كان اليرلي انكم ايه. متهيألي ده لكل الدول يعني، ده هنا حتى خدت ايه انذر اكزامبل يعني مش لكل دوله يعني الفلوس طلع كام. لا انا بتكلم على كل سنه التوتال انكم بتاع السياحه كان ايه. هنا بقى بكونكت على المونجو بس هنا زي ما قلت كاوتبوت، وبرجع تاني ايه خلاص انا بامبورت اللايف بتاع المونجو وبكونكت بعمل كونكشن على المونجو وبتاكد ان انا كده فتحت التست داتابيز وعملت الكوليكشن اللي اسمها توريزم. احنا فاكرين في المونجو كنا لازم نعمل حاجه اسمها كوليكشن خلاص، وهنا ببعت الداتا بتاعتي للكوليكشن ديت. خلاص يبقى انا كده ايه رميت الداتا بتاعتي جوه الكوليكشن. لا انا هنا لا هنا في المرحله دي انا باخد الداتا بتاعتي بحطها في داتا فريم اسمه values من الرو اللي طالع من هنا اللي هو فين الرو ان فاينل دي اف. فاينل دي اف ديت اللي هي اللي احنا شفناها من شويه اللي هي فيها ده دي الفاينل دي اف. خلاص هرميها هنا فين في حاجه في اري بالبايثون، لان انا لازم عشان انسرتها في المونجو لازم تاخد ايه شكل اري بالبايثون. مفيش حاجه مباشره بتاخد من داتا فريم وترميها في المونجو الا اذا كان في حاجه ثانيه، بس على الاقل ده اللي انا شفته يعني. هنا بدروب بقى الكوليكشن اللي اسمها توريزم جوه المونجو وبرجع تاني انسرت الايه الفاليوز جواها. خلاص وهنا بقى ايه بميك شور ان انا دخلت الداتا، المفروض يديني اي ريسبونس يعني. مش اي حاجه هنا بتديني اي نتيجه. طيب مش عارف اذا كانت هي الداتا كده دخلت جواها ولا لا، بس احنا ممكن نروح نفتح كده اور داتا ونبص على المونجو. ادي التوريزم اهو
المفروض ان انا هنا هشوف ايه المره دي اليرلي انكم، مش الدوله قصادها ايه كل سنه قدامها فلوس قد ايه. وهنا واضح ان في ايرور هنا طالع اهو، بيقول لي الياس في كذا كولكشن كذا 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 كذا، الدروب دي مش شغاله. طيب عشان نعمل ايه بقى عشان تشتغل؟ ادي دي الفاليوز اهي. طيب المفروض ان هنا ده ان هي دي الكونكشن، هنا المفروض الحته دي اللي بتكريت الكولكشن. طيب مش عارف ليه انا بعملها دروب وانسرت مني، وادي ايه فاين، والمفروض ان يطلع لي داتا هنا. بس واضح ان هو في حاجه هنا بتحصل غلط. اوبن مونجو شوفوا بقى ايه. انا طبعا ايه الحاجات دي كلها انا شفتها السنه اللي فاتت وانا بجرب، فانا فاكر ان كان في مشكله في المونجو، لازم ايه بيحصل لوك على الجدول تقريبا، فانا لازم اعمل اللوك ده. يبقى لازم انا عشان اشتغل بطبيعي يبقى لازم اعمل ايه القصه دي كده اهو. بس لازم افك اللوك ده وارجع تاني ريستارت المونجو. تمام ده اللي انا كنت ايه. نرجع نكونكت تاني على على المونجو، نكريت الكونكشن تاني، وادي التوريز، وبعد كده برنت، وبعد كده دي الفاليوز اهي انا عملتها اوريدي اهي. وبعد كده بقى ايه اهي اشتغلت اهي، والداتا اهي اتحطت اهي. يعني الكلام ده حصل من سنة يعني، الحمد لله انا افتكرت يعني اهو. ادي الداتا بتاعتي اهي، طبعا دي كولكشن بقى مش تيبل زي اللي وادي، حتى هو ده الكولكشن اي دي اهو زي ما كنا خدنا، كل سنة فيها الارقام دي. طبعا كده انا ممكن ارجع تاني بقى لو انا عامل فيجواليزيشن للداتا، طبعا ممكن نعمل فيجواليزيشن من هنا، او ان احنا بقى نبص هنا لو كان في حاجه هنا اهو شغال عليها بشكل مباشر. اهي ادي السنين وادي الانكم بتاع السياحه في السنين دي، وطبعا ممكن نعمل الكلام ده بايدينا من هنا مباشره اهو. ممكن نيجي هنا ايه بعد ما نفتح ممكن نقول فيجوالايز ونختار واحد من التشارتات اللي موجوده هنا ديت اهو، مثلا باي تشارت ولا حاجه. طب هو لسه بيلود ولا لا؟ بس يعني المفروض ان هو ده يطلع في الاخر يخلص ايه باي تشارت بيريبريزنت الداتا بتاعتي. تمام. طيب انا كده دن بالنسبه للتو كيس ستادي دول. خلاص ادي الداتا بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين، الداتا اللي كانت جيفن بالنسبه لي وده الماي سيكول اكزامبل اللي احنا شفناه مع بعض، وادي وطبعا هي ازاي بكونكت على داتابيز. اكريت بقى كونكشن لو انا هبدا من الاول خالص، فانا بقى عشان اكونكت على ماي سيكول بدي له البورت نمبر وبدي له الاي بي وبدي له اسم الداتابيز واليوزر نيم والباسورد. وهنا ده حتى الاكزامبل بتاع الباي تشارت كان اشتغل معايا ساعتها. وهنا ازاي برضو بكونكت على المونجو بنفس الطريقه، برضو اقدر اكونكت على المونجو واطلع الاوتبوت اللي انا عايز اطلعه. كان في كمان انذر اكزامبل كنت جربت فيه هنا، متهيألي ان انا لود الداتا من الهدوب نفسه مباشرة، مش عارف اذا كان هنا موجود ولا لا. لكن يعني انا في الحالات دي كلها انا لاحظ ان انا بحمل الداتا من سي اس في، لكن كان ممكن برضه ان انا احط السي اس في فايل دوت على هدوب انجن
وافتح ال HDFS ولود الملفات بتاعتي من على ال HDFS، وبالتالي كده يبقى انا كده عملت كومبليت كيس ستادي كامله، ان انا بقى بحمل داتا من بيج داتا سورس. بس متهيألي الايديا واضحه هنا تماما. يعني زي ما انتم شايفين هنا ايه السبارك وهو بيقوم، هتلاقيه بيدور على الهدوف، يعني في مكان ما هنا هتلاقيه بيحاول يدور على الهدوب عشان او يستخدمه كسورس للداتا. لما بيلاقوش بيبدا يشتغل على الايه، unable to load native hadoop library. يعني هو الطبيعي بتاع السبارك انه بيدور على الداتا جوه الهدوب، لقاها اي مع البورت دوت اللي هو المعروف للهدوب، خلاص بيبدا يشتغل عليها ويتعامل معاها. والله ما لقاهاش قايمه، بيبدا يتعامل بقى على ان ده سنجل نود وبيحملها من الايه، من اللوكال فايل سيستم. خلاص، لكن هو الطبيعي بتاعه ان هو بيشتغل على الهدوب. وانا هنا انا هنا بس عشان الجهاز او الفيرشوال ماشين مش بتستحمل الهدوب، انا كان ممكن اكون اقومها له. يعني انا اوريدي انا اللي عامل كومنت هنا على الايه، على الـ على الهدوب ادي ماينس اي او نانو دوت باش ار سي، هتلاقي الهدوب انا هنا عامل له ده الجزء دوت اللي هو بيقومه. يعني انا اوريدي مشغل بس السبارك، ما شغلتش الايه الهدوب معاها او ما قومتش الهدوب معاها. تمام. طيب هنا حد كده محتاج اي يسأل سؤال ريجاردنج الجزء ده يا جماعه؟ هل الفكره واضحه بتاعت الفيجواليزيشن؟ زي ما قلنا الفيجواليزيشن مجرد بريزنتنج واي. انا بس حبيت ان انا اوريكم اللينك ما بينها وما بين الباي سبارك از بيج داتا انجن وما بين الماي سيكول والمونجو، على اساس ان دول اوتبوت سيستم. انت بقى بعد كده عايز تستخدم الميتا بيز استخدم الميتا بيز، عايز تستخدم البي اتش بي استخدم البي اتش بي، عايز تستخدم البايثون فيجواليزيشن استخدم البايثون. دي مجرد لاير بسيطه قوي في اليو اي بتعملها في الاخر عشان توري الداتا للاند يوزر، ولو انها لاير مهم، بس لان طبعا هو اليوزر هيستفيد بيها وبيبقى محتاج يشوف حاجه شكلها كويس ويقدر ياخد بيزت عليها القرار. لكن هي دي اخر لاير، وانت عليك تجتهد بس انك تلاقي طريقه مناسبه انك تبرزنت الداتا بالشكل المناسب. طيب حد عنده اي سؤال يا جماعه قبل ما ننهي المحاضره؟ دكتور هو لو في سؤال عن البروجكت بعد ما نقفل التدريب ونسال ولا دلوقتي؟ طيب هو انا بس كان احنا كنا شغالين على داتا بتاعت ان هو يعني بيعمل اناليسز لطلبات طلاب وكده، من ناحيه ان هو درجات، من ناحيه ان هو نجح وسقط كمان، وكان في كذا انبوت عندنا واغلبهم طبعا كاتيجوريز، فالحوار كان شغال يعني اشتغلنا وان هوت انكودنج عادي زي المحاضره. بس الفكره ان يعني احنا كنا شغالين كلاسيفيكيشن وريجريشن، الكلاسيفيكيشن شغال تمام مفيش مشاكل فيه خالص وبيجيب يعني اكيرسي كويسه، حتى النيورال نتورك بيجيب 100% يعني اكيرسي. واضح الريجريشن هنا، الريجريشن اصل الريجريشن مش دايما بينجح. يعني الريجريشن هنا انت بتحاول ان انت تفيت لاين او كيرف جوه الداتا، فانت يعني نجاحك في الفيتنج معتمد على الالجوريثم اللي بتستخدمه في الريجريشن وعلى انا جربت كل حاجه تقريبا ما نفعش. طب معنى كده ان الداتا بتاعتك نويزي قوي لدرجه ان هو مش قادر يتعلمها، ممكن تستخدم بقى الديب ليرنينج فيها. يعني انا جربت والله حتى النيورال نتورك برضه ما نفعش. انا حتى جيت احسب كورليشن يعني ما بين الداتا بتاعتي وما بين السكور او الدرجه بتاعت الطالب، لقيتهم كلهم جايبين كورليشن وحش جدا، يا اما 0.5% يا اما بالكتير قوي مثلا 2% او حاجه. اكيد في مشكله عندك في الداتا او انت في صيغه الداتا، عشان كده خاطر عشان خاطر كده لا ما فيش اي انجن لازم عارف تعلمها. يعني انا هنا يعني ماي ايفالويشن بس ببساطه ان انت اخترت الرونج كولومز او الرونج او حطيت الداتا نوت سكيلد مثلا بشكل ما، بحس ان هي في الاخر يعني لو هل انت عملت سكيلنج للداتا بحس ان هي مثلا جربت اعمل سكيلنج فعلا. جربت انا زي ما انت حضرتك، انا جربت كل حاجه، جربت بولينوميال وجربت لينير وجربت ديب ليرنينج وجربت حتى كذا نوع من النيورال نتورك، جربت سي ان ان وجربت. هل جربت في الاخر خالص مجموعه من الكولومز مع الاوتبوت؟ يعني يعني احيانا بيبقى في كولوم معين هو اللي عامل ايه تشتيت للايه للنتورك او للموديل بتاعك، وهو اصلا ممكن يكون داخل بشكل غلط، فعامل ببساطه كده ايه زي بيقول بيبوظ المعلومه اللي هو بيحاول يفهمها الموديل. ما هو انا جربت احسب الكورليشن كوفيشنت ما بينهم، لقيتهم كلهم يعني كل الكولومز بتطلع كورليشن وحش قوي مع السكور، فده تشك ان الداتا نفسها اصلا هي اللي وحشه. يعني الداتا نفسها مش علاقه بالسكور قد ما هي علاقه بان هو بس نجح وسقط اكتر منها. يعني
ممكن ما يبقاش فيه ريليشن فعلا ما بين ما بين كلمة ناجح وساقط وما بين الداتا نفسها، دي مجرد ريكورد وخلاص. فانت ما هنا مش عشان قادر تطلع يعني، هو ولو هو في لو انت خلي بالك لو هي واضحة ان ما فيش ريليشن، ها يعني مثلا فور اكزامبل مثلا ايه، طالب ذاكر نجح وفي طالب ما ذاكرش نجح، وفي طالب ساقط نجح وفي طالب ساقط سوري طالب ما ذاكرش نجح وفي طالب ما ذاكرش نجح، المعلومة دي مشتتة تماما، دي هتخلي الموديل بتاعي ما يتعلمش، لان ببساطة انا في الحالتين بينجح وفي الحالتين بيسقط. طب هو فين مش عارف يجيب مش عارف يجيب حاجة فين معينة مش عليها الريليشن؟ دي. ده اكزامبل بسيط قوي لحاجه ممكن تشتت الانجن، فلازم الداتا بتاعتك تكون رياليستيك. خلاص طبعا ممكن يبقى عندي ريكورد بالمنظر ده فهعتبرها نويز، بس في وسط ريكوردز كتيره صح المفروض الموديل يبقى سليم خلاص. لكن لو الموديل بتاعك صحيح. بالشكل دوت ممكن يؤدي في الاخر ان انت مش قادر تتعلم، مش قادر تلاقي اي موديل يريبريزنت الحاجه اللي معاك فيه. تمام. تمام. طب هو لو في الاخر ما عرفتش اوصل مثلا لحاجه زي كده، عشان انا فعلا بقيت كتير عمال اجرب، بقالي كذا يوم عمال اجرب ان انا اشيل كولومز، وانا دخلت تقريبا بتاع 100 180 هو مثلا انت المفروض توصل كولوم. لحاجه يا اما تغير الداتا يا تفكس الداتا يا اما تعدل الداتا او يعني انت في الاخر خلاص لازم تدي لي اوت خلاص. هو في اوت كوم في الاخر الكلاسيفيكيشن، انا قصدي هو الريجريشن بس هو لو اللي انت يعني خلاص يعني هو الكلاسيفيكيشن ده واحد من الاوت كومز، لكن زي ما قلت ان يعني لو انا عندي مش كل الفيزز هبص على مور ريزن، فهي الدرجه في الاخر خالص هتبقى معتمده على كميه الاوتبوت الموجود. طبعا انت الجاستيفيكيشن بتاعك بقى لان الموضوع ده فشل ليه ممكن يساعد في الحل، يعني ما حاول تجاستيفاي باناليسيس برضه خلاص وبجرافس برضه، يعني انت هتقولي ان الداتا فشلت بسبب ان كذا 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 كذا، يعني الموديل مش عارف يبني بسبب كذا 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 كذا، وده باين من خلال الجرافس ديت او الريكوردز ديت. فاهم حضرتك. طب هو ممكن برضه انا اجرب كذا، يعني ان انا احط مثلا كذا موديل كلاسيفيكيشن، بحيث ان هو مثلا كل واحد فيهم بيبقى احسن في الاكيوريتي من التاني، ممكن ده برضه حاجه كويسه في ان انا احطها ممكن يعني. اي ممكن ده يعوض يعني. تمام. وعندك طيب بقى ماشي. الكلاسترنج، يعني لو عندك كلاسترنج ممكن تستخدم الكلاسترنج تكنيكس يعني مثلا خلاص، يعني غير الكلاسيفيكيشن يعني ان هو يكلاستر الداتا ان سوبرفايزد بقى خلاص هيطلع وتشوف هو ال نفسه حاجه لوحده. ممكن يبقى ده احد الاوتكمز اللي تستخدمها. خلاص تمام، حد ممكن عنده اجرب. سؤال تاني يا جماعه؟ وانتوا الديدلاين بتاعكم اخر الاسبوع صح يا جماعه؟ صح يا جماعه. المفروض ده تمام يوم الخميس بالليل او حاجه زي كده تقريبا. طب يبقى المحاضرة الجاية إن شاء الله اللي هي الأسبوع الجاي، وأنت الأسبوع الجاي ده الأسبوع اللي قبل الامتحانات ولا الأسبوع اللي ما قبل الامتحانات؟ الامتحانات ما هتبدأ إمتى؟ انت عارف دلوقتي 18، فهيبقى الامتحانات هتبقى السبت اللي بعده على طول. لا خلاص يبقى ما فيش محاضرة الأسبوع الجاي خلاص، يبقى أنا كده أنا مجرد بس هستفيد بس يعني مجرد هكتفي بس باللينك اللي هتبعتوه والفيديو اللي هتبعتوه في عملية الكوريكشن. هو لو كان في اسبوع فاضي صراحه كنت يعني بدات ايه يعني اقابل بعض الجروبس، بس طالما ده الاسبوع اللي قبل الامتحانات فده انف بالنسبه لي، وهسيبكم تذاكروا الاسبوع الجاي. تمام تمام طيب حد عنده اي سؤال تاني يا جماعه؟ شكرا. طب يا جماعه يعني اتمنى لكم يعني طبعا شفتوا اكيد نتائج الميد ترم، الدرجات بتاعتكم كويسه وان شاء الله نتائجكم هتبقى كويسه برضو في الفاينل باذن الله. اتمنى يعني يكون الكورس دوت يعني فاتكم. هو انا حاولت قدر الامكان يبقى براكتيكال، لان يعني انت خلاص انت في اخر سنه وفي اخر فيعني كفايه عليك كده ثيري، فعلى الاقل حاجه كده تجهزك للماركت، حاولوا تستخدموه ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. اتمنى تكونوا انتوا حطيتوا ايديكم على بعض الحاجات اللي تفيدكم قدام في الشغل باذن الله. شكرا لكم، السلام شكرا لك عليكم. دكتور جدا، كل سنة وانت بخير. شكرا.